أكرم. إيه يا حبيبة قلبي، عاملة إيه؟ الحمد لله يا أكرم. عملت إيه يا كاميليا؟ طمنيني. هو في مشكلة صغيرة. مشكلة إيه بس يا كاميليا على الصبح؟ مفيش حجز لعلاء بيه. معقولة يا كاميليا؟ ده أهم زبون عندي في اللوكان ده يا كاميليا. طب أعمل إيه؟ مش كان مفروض تبلغني يا كوكو؟ كوكو كوكو! وباشا وداخل وسيجار وولد مش ادخل جوه هقطع الجزمه دي جلد طبيعي ايطاليا هقطعها بقى جزمه احنا بنيجي قدام الست كرامتنا بتبقى جيلي بتروح بقى كنت واقف قدامي ومتعصب فجاه كوكو يا ولد احترم نفسك ادخل جوه بقى عيب مرات عمي عارفه موضوع كوكو عيب يا ولد بقى ماشي ماشي ولد قليل الادب كنا بنقول ايه كنت بتقول لي يا كوكو اكرم انا زعلانه منك ليه بس يا روح قلبي بقالك كتير مهملني كده مش بتحبني وانا اقدر يا روحي وانا عندي حاجه حلوه في حياتي غيرك جت اللحظه لحظه ايه يا حبيبتي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده في ايه اللي بتعملي شعرك افليكي يعني ولا اعمل ايه ايه يا اكرم في حد بتدلع كده يا كاميليا وبتعملي كده ايه يا كاميليا ده ده خلص من ام هتلر اللي انت بتعمليه ده نسيت اغرائي يا اكرم هو ده اغراء كده يا كاميليا انا جربت تاني لا يا كاميليا كده مش اغراء كده رعب يا حبيبتي شكرا يا اكرم شكرا ايه بس يا حبيبتي الاكستنشن كله كان هيطير على رقبتي بجد بان اه يا روح قلبي ما ينفعش كده تفضحينا قدام الناس سوري 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 خلاص خلاص يا اكرم قفلتني من الحب ومن الاغراء ومن كل الحاجات الحلوه لا خلاص انا هدلع لا زعلان خلاص بقى زعلان مش هيفول يا اكرم بيه ايه ده مساء الفل يا اكرم بيه مساء الزفت على دماغك عايز ايه مدام سميره مدام منيره مدام زهيره مدام كريمه مدام اميره مدام اميره اسمها مدام اميره هانم يا بغل مدام اميره هانم يا بغل انت اللي بغل احترم نفسك ايوه صح انا يا باشا مالها بقى مدام اميره قالت لي ابعت الفساتين دي الفساتين دول الفساتين دول الفساتين دي الفساتين دول هم الفساتين دول هم ايوه صح الفساتين مالهم بقى الفساتين دول هم الفساتين دول هم ايوه مالهم بقى صح قالت لي ابعتهم اوضه ايه يا ربي اوضه مين ما تنطق يا حبيبي مال بقك يا بابا افتح بقك كده واقفله اعمل ريستارت ايوه لا 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 بس خلاص بس ما تعملش انت محتاج تشطب بتنر يا حبيبي قالت لي يا ربي ابعتهم في قالت لي ابعتهم اوضه علاء بيه الزرعي الزهري الويلي ويلي ايه يا بابا ويلي. وبرج ايه يا حبيبي امال ايه انت نازل فين ما اعرفش امال ايه طبعا ما انت واقف ميكروباص انا اسف يا باشا اسمه علاء بيه الوردي علاء بيه الوردي اطلعه باوضه علاء بيه الوردي طب يا حبيبي سيبهم هنا وتوكل على الله لا يا باشا دي امانه دي مدام اميره تبهدلني تبهدلك ايه يا ولد انا موجود احميك تضحك عليا يا بغل انا هحطهم هنا ورزقي ورزقك على الله بس انا اسف يعني ما عليك قلت هتحميني من مدام اميره حاضر معايا يلا خلاص يا باشا يلا ولد من هنا اسف يا باشا يلا من هنا اسف يا باشا اسف يا صبري هو ايه اللي بيضحك ده الباشا المحترم اللي انا شغال عنده اللي لحم كتفي اللي كتفي لحم اخلص بيقول قال ايه هيحميني من مدام اميره كفك مش هطولك مش هطولك يلا ولد يا بايخ انت من هنا اسفين اسفين هو هو يلا غور انت كمان عيل بايخ ولابس لبس الكشافه وحاجه تقرف ايه ده ايه ده انا مش عارف الولد ده بيضحك على ايه مش عارفه يا صبري الباشا بيسأل كنا بنضحك على ايه الباشا المحترم اللي كل شهر بيديلي 1400 1300 انا مش متضرايب انجز ايوه بيقول قال ايه هيحميني من مدام اميره كفك بقى والله ما هطولك ده بس سمك هقطع الحزام ده على ظهرك يا بغل اسفين اسفين هوهو عندنا مشكلة يا أكرم عايزين نحلها لو سمحت المشكلة العيال اللي رجمها تقيل كل شوية يضحكوا عمال على بطال دول طب وانت هتسيبهم كده؟ أنا مش عارف الرعاع دول بيعملوا عندي إيه هنا يا صبري كنت بتقول لي ايه تحت ما كنتش سامعك بقول لك الباشا المحترم اللي انا شغال عنده اللي جنب التليفون الاسود اللي جنب القرص اللي انا عارف الديكور ايوه ايوه بيقول لك قال ايه هيحميني من مدام اميره كفك بقى احس مش عايز المسك يا جدع ايه ده ادخل يا جربان جوه هاو 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 شوية جرابيع أنا بس أنت عارفة أنا ليه مضايقني؟ إيه بقى؟ أنا عايز أعرف هما بيضحكوا على إيه؟ أنا هموت وأعرف أنا لو عرفت هما بيضحكوا على إيه ممكن أرتاح اقفشهم لا لا أنا مش هسيبهم أيوة استني أيوة. بس أنا أول ما يخرج هلبه على طول يا ابن صبري إيه يا أم منصف؟ ما شاء الله أوحش اتنين ستات في الكوكب
شلافندي بيخبط على الجيران ما تعرفيش ليه؟ كان في بيقولوا ايه؟ قال واحد من الشباب يا اختي بيقول عليه يحمي رب بتاع الامن من مدام اميره. يا وليه كفي يا وليه في طرقه ما بيننا اختشي. لا لا مؤاخذه يا سلافندي معلش ازعجتوك يا حاجه. هم عشية قوي العزاب دول. يا اكرم ايه يا اكرم بتخبط على العزاب ليه يا اكرم؟ عزاب انت كمان انت مجنونه في حد هنا غيرنا؟ امال ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده عيب. ايه اللي عمل فيك كده يا ولد؟ الحقني يا اكرم باشا. مالك في ايه؟ مدام اميره جايه ورايا. لا 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 ما بقاش ياكل معايا الكلام. والله ضربتني وبهدلتني وجايه ورايا. قلت لك احميك يا عم. احمي نفسك احمي نفسك بقول لك. يا صبري انت يا زفت خبر اسود. الهلاك جاي الهلاك جاي. انت لسه واقف. معلش كان في شويه اوباش بره واقفين في اللوكان ده كنت بربيهم. بتالي عياد بقى خلاص المفروض تحمدي ربنا ان انت اكتشفتي ان جوزك خاين اصلا. يا بنتي خديها قاعده الراجل الخاين اسرع واحد يتكشف. يا روح لا ولا يهمك. احكي لي قفشتيه ازاي ان هو بيخونك؟ كانوا في لوكاندا اوكي. وجوزك كان لابس ايه؟ بنطلون كحلي وزري كحلي وتحتيه قميص ابيض. واللي كانت معاه لابسه ايه؟ بنطلون كحلي وعليه جاكيت كحلي. اقلعي. وتحت الجاكيت قميص لبني. هي ايه من السعديه بنين ولا ايه؟ يا روحي لا طلق ايه بطلي هبل بقى. بصي زي ما قلتلك سكينة حامية واكياس فروزن دي لسه هتشوفي هتعمليها ازاي. خشي له الاوضة قولي له بقولك ارشقيها في كرشه على طول. هاتي بقى الكبد في الكلى في الطحال. يا بنتي اللي انا بقولهولك ده هو احسن حل طبعا. كل الرجالة خاينين. لا اكرم جوزي ده حاجة تانية. ده خربت الحمد لله. ايه يا اكرم جبت جون ولا ايه؟ لا يا حبيبتي سجلت شكر عاديه يعني. اوكي يا روح. لا يا حبيبتي يلا هقفل انا. ايه؟ لا عيب عليك انا ما اتخنش ابدا من الثقه. بس هتخن اروح فين بعد كده؟ يلا يا قلبي باي.